يقول السائل: امرأة أتت من الرياض وهي حائض، وعندما مرت بالميقات لم تعقد النية بالعمرة، حيث كانت تريد أن تذهب إلى التنعيم عندما تطهر لكي تحرم من هناك، فما الحكم وهل عليها دم علما بأنها كانت جاهلة؟ كان الواجب عليها أنها تحرم من الميقات ولو كانت حائضا، الإحرام ما يمنعه الحيض، تحرم وهي حائض، فإذا طهرت واغتسلت تؤدي العمرة. أما ما دامت تجاوزت الميقات وجاءت إلى مكة فهذه إن أرادت العمرة ترجع إلى الميقات الذي أحرمت الذي تركته تحرم منه، فإن أحرمت من التنعيم يكون عليها فدية، يكون عليها فدية لأنها تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. نعم.